يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يخرج المسلم زكاة أجور العقارات إذا قبضها بعد الحول؟ هل ينتظر سنة أو يخرجها فور القبض؟ ما تم عليه سنة من الديون آجار أو غير آجار، ما تم له سنة ولو كان في ذمم الناس، إذا كان يثق من حصوله فإنه يزكيه، يخرج زكاته ولو لم يقبضه. نعم.